وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، أي هذا الولد، هذا الطفل قرة عين لي ولك، على الرفع بأنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره ما تقدم. وذهب بعضهم إلى نصبه وذكروا في ذلك وجوها لا حاجة لذكرها، وأصل اشتقاق قرة العين من استقرارها حين ترى ما يسعدها ما يسرها، فتثبت على حال لا تريد أن ترفع عنه بصرها، فعبر عن ذلك أو كني به هذا اللفظ، كن بهذا اللفظ عنه، قرة عين لي ولك. وكما جاء في الآية أيضا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقدمت نفسها على فرعون ليكون ذلك أدعى إلى قبوله لما علمت من منزلتها لديه، فقالت قرة عين لي ولك، ذكرت شأنه معطوفا على شأنها حتى لا يبادر إلى الرفض حين يقدم. وربما يقع المرء في ذلك إذ لا يحابي نفسه فيمتنع عن فعل الشيء، بينما إن قيل له لأجل فلان قد يمتنع أو قد يوافق مراعاة للغير. وفي ذلك دلالة على تعلق فرعون بهذه المرأة، وإلا لما قدمت نفسها في ذكر ما يرضيها. وهذا بشكل عام يدل على تأثر الرجل بالمرأة مع ما يذكرونه من ضعف المرأة، ولكن فيها من الصفات أو من الكيد ما قد يذل أعتى الرجال أو يلين قلوبهم مراعاة لمصلحة أو رفقا بهذا الضعيف. وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة لحفصة أن تذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليأمر عمر، تطلب منه أن يأمر عمر أن يصلي بالناس لما علم من لين قلب أبي بكر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من طلب حفصة، وقالت لا، وقالت حفصة بعد ذلك ما أصبت منك خيرا قط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنا لصواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكدنا أن يمن قلبه عما أمر به من الحق والخير، ويوقعن غيرهن في الفتنة. وهذا يقع كثيرا بتدخل النساء في كثير من الأمور ليقلبن الحق باطلا والباطل حقا، وخاصة في شؤون الحكم والسياسة، فكم من فتن أدت إلى قتل وفساد في الأرض بسبب تدخل النساء لتحاسدهن فيما بينهن أو كيد بعضهن لبعض
وغير ذلك مما هو معلوم حسب التاريخ. وقد وقعت حرب البسوس التي استمرت نحو 40 عاما بسبب هذه المرأة أو ناقة لامرأة، حتى قيل أشأم من البسوس، بين بكر وتغلب في الجاهلية. ولا يعني ذلك أن كل شأن المرأة هو الكيد، بل قد يكون في المرأة فضل وزيادة عقل على عدد غير قليل من الرجال، ويعرف عنهن الكياسة والحكمة وحسن التدبير، كما وقع من أم سلمة رضي الله تعالى عنها حين استشارها النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بعدما امتنع الصحابة رضوان الله عليهم عن امتثال أمره بالتحلل من الإحرام بعد صلح الحديبية، فأشارت عليه بما كان حقا، ولذلك استحقت الثناء رضي الله تعالى عنها. وإنما ينبغي للمرء أن يكون حصيفا حكيما في التعامل مع الأمور. وهنا وقع خير من اقتراح هذه المرأة المؤمنة، فسلم بفضل الله تعالى موسى عليه السلام،